أول هويلي بالرجل حقي بإيديها الرجل يسار هوي باب الجبل، ما حسيتش ولا حسيت به، ما أشوف إلا تهوين. كل ما تستطيع أن تتذكره جميلة قاسم بما وقع لها بأنها كانت خلف مواشيها ككل يوم، وأن شيئا انفجر تحت قدميها فقذف بها وحولها أشلاء من جسدها، بينما إحدى رجليها المبتورتين لم يجدها من أسعفها أو أقاربها. كيف مش ظلمة لاقة نهاية هنا لي كده مثل ماني ما عيش هذه، والله العظيم أنني أتمنى أنني أمشي حتى خطوتين ثلاث بس ما ولا جلسة على الجلسة. اليوم تبكي حسرة على نفسها، فبحسب قولها بأنها تعرضت للظلم والقهر بعد أن فقدت كلتا رجليها بسبب لغم زرعته الميليشيات وتركت تتمنى الحركة مثل ما كانت، ودموعها التي تسيل على خديها قد تخفف عنها من حسرتها مؤقتا، ولكنها تعود للبكاء كلما رأت الكل يمشي ويتحرك، وهي مقعدة وحركتها محدودة على كرسي متحرك. بذمة القيم بذمة والحوثاء اللي زرعناهم بكل محل، ولا هون لا نشاو حاربوا شي حاربوا بالخبوط شي حاربوا بكل مكان، ماشي حاربوا شي عندما يرعوا ولا عندما المواشي يمشون ولا الناس يمشوا. اليوم تعمل جميلة قاسم مهيوب بهذا المحل الصغير الذي عمل لها من أهل الخير لمساعدتها على مواصلة الحياة، ولكنها تتمنى أن تلبي للزبائن طلباتهم بسهولة. أما زوجها فيبادلها الوفاء والحب والتقدير، وهذا ما خفف عنها الكثير. أكثر من صفة الحياة، والله ما أكذب عليك، فقدت حاجات كثير، فقدت أكلي وشربي والذي كانت تعمل مهلوش الآن. أنا ولا حاجة، أقسم لكم بالله، أنا أشهد لنا ولا حاجة. أنا صح زوجة وأعمل معه، لكن هي ثاني، هي عملات. الألغام الأرضية عدوة الإنسان الأول في تعز، فقد زرعت الآلاف منها بالأودية والجبال والشوارع والممرات، وتسببت ببتر المئات من النساء والأطفال في جريمة ضد الإنسانية ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق السكان المدنيين العزل.